أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، إمام لم يجهر في صلاة الفجر في الركعة الأولى سهوا منه في ذلك ثم ركع ولم يتسن للمأمومين. إمام لم يجهر في صلاة الفجر في الركعة الأولى في القراءة يعني؟ أي نعم. أي نعم. إمام لم يجهر في صلاة الفجر في الركعة الأولى سهوا منه ثم ركع ولم يتسن للمأمومين أن يقرأوا الفاتحة ثم ركعوا مع الإمام، هل عليهم أن يأتوا بركعة ثانية؟ وهل على الإمام أن يسجد للسهو؟ يستحب للإمام أنه يسجد للسهو استحباب، لأن الجهر سنة، وإذا ترك سنة استحب له أن يسجد للسهو وليس بواجب. وأما المأمومون فالإمام يتحمل عنهم قراءة الفاتحة ما داموا مع الإمام، فيتحمل عنهم قراءة الفاتحة على قول جمهور أهل العلم. نعم. أحسن. فلا نبطل صلاتهم، ما نبطل صلاتهم بذلك. نعم. أحسن الله. صلوا وانتهوا لا تبطل صلاتهم بقال أنكم ما قرأتم الفاتحة وهم خلف إمام، الإمام يتحمل عنهم ذلك. نعم.